السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الشرعية تحبط هجوما لميليشيا الحوثية على قعطبة، ونائب الرئيس يؤكد على توحيد الجهود. هيومن رايتس ووتش تؤكد مسؤولية ميليشيا الحوثي عن انفجار مستودع سعوان الذي أودى بحياة 15 طالبة. لقاء رمضاني موسع لأبناء تعز مع السلطة المحلية، وإقرار إنشاء مكتب تنفيذي مصغر لإدارة المحافظة. سلام الله إلى التفاصيل. أحبطت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في الضالع هجوما لميليشيا الحوثي من عدة اتجاهات على مدينة قعطبة. يأتي هذا الهجوم بعد تعرض عناصر الميليشيا الحوثية لخسائر فادحة بعد محاولتها التسلل إلى الجميمة عبر سائلة حمر ونقيل الشيم. إلى التفاصيل. ملاحم بطولية يسطرها أبطال الجيش والمقاومة في جبهات الضالع المختلفة. على الحوثي أن يعلم بأننا نقاتل قتال مصيري، وأنه لن يدخل مريش بإذن الله إلا على جثة آخر حر. الخسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات مسلسل يومي لم تنتهي حلقاته بعد، فكلما دفعت الميليشيا بعناصر جديدة من المغرر بهم لحقوا من سبقهم بين قتيل وجريح، ومن نجا منهم وقع أسيرا بأيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. الغنائم هذه واحدة من الغنائم، بس قناصة عيار 50 هذه. في الساعات الماضية حاولت الميليشيا التوغل في مدينة قعطبة، لكن رجال المقاومة الجنوبية كانوا لهم بالمرصاد، تصدوا للهجوم وأجبروا الميليشيا على التراجع إلى ما بعد حمر وشخب بعد سلسلة غارات عنيفة شنتها مقاتلات التحالف العربي، والتي أوقعت هي الأخرى قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. عجزت الميليشيات عن التوغل من الاتجاه الأمامي لمريس رغم سيطرتها على جبل ناصة، وتحاول الالتفاف عليها من الخلف عبر حمر، لكن هذه الميليشيات لا تدرك أن مريس محصنة برجالها وجبالها من كل الاتجاه. نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر على توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه درء مخاطر الحوثي ومشروعه الإرهابي الذي يستهدف الجمهورية وكل المكتسبات الوطنية. وأجرى نائب رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بقائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي للاطلاع على المستجدات الميدانية وسير الأوضاع في محافظة الضالع. ووقف نائب الرئيس على التطورات الميدانية وجهود المقاتلين الأبطال في مواجهة ميليشيا الحوثية الانقلابية والثبات في وجهها. وأعرب نائب الرئيس عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر. أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وكذا حرصها على تقديم الدعم والعون لليمنيين. جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لبحث تطورات الأوضاع ومستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق السويد وما تقوم به ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن. وجدد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز موقف المملكة الثابت تجاه اليمن وشعبه وجهودها والتزامها الدائم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته. استقبل وزير الخارجية خالد اليماني اليوم السفير ماثيو تولر بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا ومفوضا للولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن. وأشاد اليماني بالدور الإيجابي الذي قام به السفير تولر أثناء فترة عمله ونشاطه المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وثمن الدور الهام والاستثنائي الذي لعبه طوال فترة عمله لحل الأزمة اليمنية سلميا وفق المرجعيات الثلاث، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.
أكد المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي والضاحي الدبيش بأن غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغا من وحدات قوات الجيش الوطني المرابطة في الدريهم بشأن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مستودعا سريا لتخزين الأسلحة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب. وأضاف الدبيش في بيان صحفي بأن الاستطلاع الجوي للتحالف وثق سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف ميليشيا الانقلاب، ورصد 15 عنصرا نقلتهم الميليشيا على متن دراجات نارية من مكان انفجار مستودع الأسلحة والمتفجرات. وأبدى الدبيش قلقه الشديد من تضرر عشرات الأسر، حيث أعاق الحوثيون عملية إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدام الميليشيا لهم كدروع بشرية، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب المتصاعدة امتدت في عدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار، ولفت إلى أن الانفجار ضرب مستودعا لتخزين رؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، وكان مخصصا لإمداد مقاتليها، حيث تمتلك ميليشيا الحوثي في مدينة الدريهم معامل لتصنيع وتركيب الألغام والعبوات الناسفة المطورة بواسطة خبراء إيرانيين. أكدت منظمة هيوم رايتس ووتش بأن انفجار سعوان في العاصمة صنعاء والذي أودى بحياة أكثر من 15 طالبة ناتج عن اشتعال النيران في محتويات مستودع تابع للحوثيين. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها لم تتمكن من تحديد محتويات المستودع والذي انفجر في 7 أبريل عام 2019، لكن المعلومات المتاحة تبين أنها قابلة للاشتعال والانفجار، ما يشكل خطرا متوقعا على المدنيين الذين يقطنون المنطقة ويرتادون المدارس فيها. وكانت منظمة سام لحقوق الإنسان قد أكدت في تقرير أصدرته أمس الأول حول انفجار سعوان وأنه بحسب تقييم خبير عسكري عمل في مجال التصنيع العسكري في القوات المسلحة اليمنية، يعتقد أن الانفجار لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران، بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها، وأن مدى الضرر الذي خلفه الانفجار والذي وصل إلى مسافة 5 كيلومتر ناتج عن مواد شديدة الانفجار، وربما كانت تستخدم لتصنيع رؤوس صاروخية تستخدم في العمليات العسكرية. وقال التقرير الذي نشر اليوم الخميس إنه بناء على مقابلات الشهود ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن نيران اشتعلت بمحتويات المستودع، الأمر الذي أدى إلى حدوث الانفجار. طلب وزير الشباب والرياضة نائف البكري والمبعوث الأممي مارتن جريفيث بفضح الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد، واتهم البكري في تصريح لصحيفة عكاظ ميليشيا الحوثية الانقلابية بالمراوغة وإجهاض مبادرات السلام، وقال إن الحلول السياسية أخفقت في ردعها. وطالب البكري القيادة السياسية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بسرعة إجلاء المدنيين في مدينة الحديدة تهيئة لاقتحامها بعد أن صار الحل العسكري هو الخيار الوحيد لإنهاء الانقلاب. وأشار البكري إلى أن الجيش الوطني والمقاومة وبإسناد من التحالف العربي تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من تدمير التعزيزات الحوثية في جنوب تعز والضالع، وقتل أكثر من 150 مسلح وأسر 300 بينهم قيادات بارزة. وأشار البكري إلى أن الحوثي ضعيف لكنه يستقوي بضعف إرادة المجتمع الدولي في فرض قراراته ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية لتنفيذ مخططات إيران. وقال البكري إن الحكومة وبإسناد من التحالف العربي لن تتخلى عن تحرير كامل اليمن وإنهاء الانقلاب وفرض انتصار إرادة الشعب اليمني على المحاولات المشبوهة لشرعنة الميليشيا وفرضها كسلطة أمر واقع. عقد اليوم اللقاء الرمضاني الموسع لأبناء محافظة تعز بدعوة من السلطة المحلية وبحضور القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية والسياسية والعلماء. نتابع. برعاية وحضور من محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان وتحت شعار تعز مسؤوليتنا، أقامت السلطة المحلية اللقاء الرمضاني الموسع توحيدا للجهود من أجل مدينة تتعافى. ينبغي التعامل مع تعز بحجم تضحيات تعز. ينبغي أن يتم التعامل مع تعز بحجم ما قدمته تعز في الماضي والحاضر وما ستقدمه في المستقبل. اليوم نحن نقول ونرفع أصواتنا عالية من هذه القاعة، نقول بأنه ينبغي أن يتضاعف الاهتمام بتعز إلى درجة كبيرة بما يمكنها من القيام بالأدوار والمهام والمسؤوليات المناطة بها.
البيت الكبير لكل أبنائها الذين تواجدوا بهذه القاعة، سلطة محلية وعسكرية وأمنية، ومدراء عموم وعلماء وقيادات حزبية وسياسية، وأكاديميين وقيادات مجتمعية وخيرية. كل هؤلاء أتوا بهدف توحيد الأهداف والكلمة والرؤية المستقبلية لهذه المحافظة. ولن يجد كل الحاضرين أفضل وأجمل من اللقاء في هذا الشهر الكريم ومن هذه الوجوه التي تقود المحافظة. وسنسعى ككتلة واحدة نحو استكمال تحرير المدينة وتقويض مشروع الانقلاب الكهنوتي القابض على سواعد المدينة وأطرافها، وسنعمل بكل السبل على بتر ذلك الحصار وجرفه بوعينا ونضالنا بمبادئنا وبحبنا لهذا المكان وانتمائنا لليمن التي لن نخذلها أبداً ولن نتركها تحت سطوة القهر والظلم والتشرذم السلالي لفتيان الكهوف ونفسياتهم المريضة. سنستمر بالنضال وسنستمر في العمل وسنواصل الصمود وسنقبض يد النصر عاجلاً أو آجلاً بإذن الله تعالى. لا مكان للخلافات والأجندات، وليست المرحلة مرحلة تحقيق مصالح، هكذا اتفق الحضور في اللقاء الرمضاني للسلطة المحلية. فهل سيع الجميع أن الوقت والجهد يجب أن يتوجه لخدمة تعز وأبنائها وصولا لتحرير ما تبقى من المحافظة، أم سيخرج الكل وسيعودون إلى ما هم عليه من المكايدات والعبث الإعلامي الغير مسؤول؟ محمد يوسف لقناة سهيل، تعز. إلى ذلك، عقد المكتب التنفيذي بمحافظة تعز اليوم اجتماعا موسعا بحضور كل القيادات الإدارية للمكاتب التنفيذية ومديري المديريات، وتم مناقشة العديد من قضايا المحافظة. كما أقر الاجتماع إنشاء مكتب تنفيذي مصغر لإدارة المحافظة بهدف تعزيز فعاليات دور السلطة المحلية والقضاء على الترهل الموجود في العديد من المكاتب والمؤسسات الحكومية. تم اجتماع المكتب التنفيذي في محافظة تعز برئاسة محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان. في هذا الاجتماع تم مناقشة أهم القضايا في محافظة تعز، أهمها أيضا كان من أهم هذه القضايا هو قضية تنظيف محافظة تعز خلال شهر رمضان الكريم. أيضا تم مناقشة ضبط الأسعار ومراقبة الجودة على بعض البضائع التي تم إيرادها إلى محافظة تعز في هذا الشهر الكريم. تم أيضا مناقشة حصار وباء الكوليرا، خاصة وأنه في الأشهر الأولى كان هناك وباء الكوليرا الذي فتك ببعض مواطنين هذه المحافظة، وبفضل الله تم مناقشة حصار هذا الوباء وأيضا الاستعداد له في حالة عودته مجددا. كما تم مناقشة قضايا عديدة ودوام المكاتب التنفيذية خلال شهر رمضان. صرح محافظ محافظة تعز تصريحا واضحا بأنه وفقا لبيانات مجلس النواب بتشكيل حكومة مصغرة، سيكون أيضا هناك في محافظة تعز تشكيل مكتب تنفيذي مصغر بدلا عن المكاتب التنفيذية المهولة، حتى يتم مزاولة العمل باسم كافة مكاتب التنفيذية في محافظة تعز. وسيشمل هذا المكتب المختصر كافة الأعمال التي سيوكلها لها محافظة تعز. ودعت الشرطة العسكرية بتعز اليوم جثمان الشهيد شهاب سيف، أحد أفراد اللجنة الأمنية والذي أصيب بمنطقة الجمهوري أثناء الاشتباكات مع المطلوبين أمنيا. والتحق الشهيد شهاب سيف مؤخرا بإصابته ليلحق بعدد متأثرا بإصابته ليلحق بعدد من رفاق دربه من أبطال الجيش الوطني والأمن، والذين ارتقوا بفعل الاستهداف المباشر الذين تعرضوا له من قبل العناصر الخارجة على النظام والقانون قبل أسبوعين تقريبا. تشهد مدينة المكلا خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك حركة تجارية نشطة وسط انتشار أمني مكثف، فيما تقوم شرطة السير بتنظيم الحركة في العديد من شوارع المدينة الرئيسة. هذا وتزدحم المكلا بالمواطنين والعائلات من مختلف مديريات المحافظة ومن خارجها الذين يحصلون على احتياجاتهم الرمضانية واليومية من المراكز والمجمعات والمحلات التجارية في المدينة. وياتي انتشار رجال الأمن وشرطة السير على طول الشوارع والخطوط الطويلة تنفيذا للخطة الأمنية الرمضانية التي أقرتها اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، وذلك بهدف حفظ الأمن وتقديم المساعدة للمواطنين وتنفيذ خطة لتنظيم حركة السير بإغلاق بعض المداخل، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك. وأشاد مواطنون بالانتشار الأمني لرجال النخبة والأمن وتعاونهم مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
استمع محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس اليوم إلى تقارير اللجان المكلفة بضبط الأسعار وما توصلت إليه من حلول ومقترحات، وحث محروس الجميع على بذل مزيد من الجهود وسرعة رفع التقارير النهائية عن عملية ضبط الأسعار في الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان عدم التلاعب من قبل بعض التجار، ودعا جميع التجار إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة التي رفعتها اللجنة والتي تضمن للجميع حقه، كما دعاهم للوقوف مع المواطنين للتخفيف من معاناتهم ومراعاة الحالة المعيشية التي يمر بها المواطنون في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد، وأن يكونوا جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية في التخفيف من المعاناة عن إخوانهم. هذا وقام المحافظ ومدير عام الشرطة المحافظة ومدير عام مديرية حديبو بالنزول إلى سوق العاصمة حديبو والاطلاع على الأسعار في السوق العام بالمحافظة. استقبل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي أحمد محروس وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين القادم من العاصمة المؤقتة عدن، واطلع الوزير كفاين على وضع الأرخبيل والذي يشهد حالة من الحركة والنشاط في كافة القطاعات سيما قطاع الثروة السمكية، ويحظى الوزير كفاين بتقدير واسع من قبل أبناء جزيرة سقطرى بسبب إسهاماته في حل العديد من القضايا الاجتماعية، وكذا لدوره في إنجاح مساعي أبناء الأرخبيل لتحويل سقطرى إلى محافظة تنال حقها في التنمية بعد أن ظلت محرومة منها لسنوات طويلة. استطاعت محافظة مأرب أن تقدم الصورة الجميلة لفاعلية مؤسسات الدولة فيها، لكنها ما زالت تعاني ضعف بعض الخدمات أبرزها مشروع الصرف الصحي الذي أصبح يؤرق حياة الساكنين فيها ويشكل خطرا بيئيا وصحيا. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل خليل المليكي. مدينة مأرب توشك على الغرق، ليس بفعل السيول والأمطار أو أي كارثة طبيعية، بل بمياه المجاري التي تشكل خطرا على كل المارين في شوارع وأزقة المدينة التي تكتظ بمئات الآلاف من المواطنين بعد أن كانت مدينة يسكنها الآلاف. في الأونة الأخيرة شهدت محافظة مأرب ازدحام سكاني كبير ما أثر على الصرف الصحي وخروج إلى الشوارع، امتلاء البناء العشوائي أيضا، تساقط آبار أو حفر الصرف الصحي في المحافظة أصبح بشكل كبير جدا تشهده المحافظة بسبب الازدحام السكاني وكذلك بسبب البناء العشوائي وعدم الترتيب. الحفر العشوائي للبيارات بهذه الطريقة واحدة من الكوارث البيئية التي تهدد المحافظة الرملية التي تمثل البيارات خطرا كبيرا فيها، إضافة إلى أنها لا تخضع للمعايير والإشراف من قبل الجهات المعنية، وهذا يؤكد الحاجة للإسراع في تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي للمدينة. نتفاجأ بأن فيه هناك انهيار في البيارات، وهذا لسوء عدم الحفر الصحيح وعدم وضع الخرسانة المسلحة التي تحمي عدم الانهيار، فنامل من مكتب الأشغال على أنه يعمل بحسب المعايير والمقاييس والتصاميم التي معمولة لحفر البيارات. وبسبب تلك الحفر العشوائية تعرض كثير من مالكي المركبات للسقوط فيها، كان آخرها سقوط 4 دراجات نارية مع مالكيها أمام أحد أسواق المدينة، إضافة إلى الأمراض والأوبئة الناتجة عن انفجارها في شوارع وحارة المدينة المكتظة بمئات الآلاف من الساكنين. استطاعت مأرب تجاوز ملفات عدة وبقي مشروع الصرف الصحي التحدي الأهم أمام السلطة المحلية الذي يستوجب العمل بشكل عاجل من أجل تجاوزه. خليل المليكي، سهيل، مأرب. أغلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية مبنى شركة سبأ فول للاتصالات في العاصمة صنعاء وطردت موظفيها، وذلك بعد تصنيفها ضمن قائمة المكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها وتأميمها بتهمة التخابر مع الشرعية والتحالف العربي. وقالت مصادر في الشركة إن ميليشيا الحوثي تواصل السطو على الشركة بعد أن طردت السلطات القضائية الحوثية الموظفين الخميس الماضي، وأغلقت الشركة باستثناء بعض الإدارات الهامة التي تركتها تعمل لكي تستمر خدمات الاتصالات. وأضافت المصادر بأن الميليشيا طالبت بوجوب وصول كل
كل إيرادات الشركة إليها، وأكدت أن الشركة مغلقة حتى الآن، وأن هناك تحقيقا يجري مع نقابة الموظفين ومحامي الشركة وتصريف الموظفين بحسب ولاءاتهم. وكانت محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين في صنعاء قد أمرت بحجز أموال شركة سبأ فول للهاتف الخلوي المنقولة وغير المنقولة وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها، وطالبتها بتسديد مبلغ 72 مليون دولار و11 مليار ريال يمني، إضافة إلى ما تم حجزه في السابق من مبالغ تفوق 160 مليون دولار. تواصل قيادات ميليشيا الحوثي ومعاونيها في إب السطوة المسلحة على أراضي المواطنين وأراضي الأوقاف وغيرها في المحافظة. وقالت مصادر محلية بأن الحوثي المدعو بأبو عطان والمعين من قبل قيادة الميليشيا مديرا لأمن مديرية المخادر قام بالسطو المسلح على أراضي داخل جبل الرميح وتبلغ مساحتها 2500 لبنة، ونفذ عملية اختطافات طالت مواطنين يمتلكون وثائق بأحقيتهم في الجبل. وتعود ملكية جبل الرميح ذو الموقع الاستراتيجي بمديرية المخادر لمواطنين وأجزاء منه للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وتعرضت أراضي إبل عملية نهب واسعة في مركز المحافظة وكافة المديريات. توفي الثلاثاء الشيخ العلامة عبد الرحمن عبد الله مكرم إمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الحديدة وعضو هيئة الإفتاء اليمنية، والذي وافته المنية يوم أمس جراء مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والإرشاد. وتعد أسرة المكرم من الأسر الشهيرة في علم رؤية الأهلة، إذ توارثت مهمة مراقبة الأهلة منذ عقود طويلة في تهامة واليمن عموما، إلى أن وصلت إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الله مكرم، والذي تسلم زمام الأمور قبل حوالي 40 عاما، وأسندت له المهمة رسميا للقيام بهذه المهمة التاريخية والدينية. دشن محافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر اليوم توزيع 1500 سلة غذائية على النازحين في مخيم اللحوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحت إشراف الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في عدن، وكذا ائتلاف الخير للأعمال الإنسانية. وثمن محافظ الحديدة الدعم الكبير لمركز الملك سلمان، والذي يساهم في تخفيف معاناة النازحين من محافظة الحديدة بسبب ميليشيا الانقلاب. نحن اليوم ندشن ما قدمه مركز الملك سلمان من سلات غذائية في شهر رمضان الكريم لأبنائهم نازحي الحديدة في عدن، والحقيقة أنها سلة ممتازة جدا، سلتين لكل شخص تقريبا، سلتين غذائيتين متكاملتين. نقوم بتدشين تسليم 1500 سلة للنازحين من الحديدة في مدينة عدن استجابة لنداء كلستر الأمن الغذائي في الأوتشا. طبعا هذا ليس جديد، وهذا امتداد للدعم الإنساني والإغاثي، وخاصة في فترة رمضان بمشاريع مركز الملك سلمان. ومن خلالكم نشكر ملك الملك سلمان وولي عهده الأمين، وكذلك مركز الملك سلمان الذي دائما بيقدم مساعدات باستمرار للشعب اليمني. وزعت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية 1500 وجبة إفطار للصائمين في ثلاثة من مخيمات للنازحين في أبين بمناطق الطميسي والنش والمسيمير. وقال مدير الإدارة الاجتماعية في جمعية الحكمة اليمانية الخيرية عدن الأستاذ علي الدويل، قال إن هذا العمل الخيري يقام تحت شعار حصاد الأجور في خير الشهور، ومقدم من جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، ويستهدف النازحين في إقليم عدن، حيث تم توزيع 6500 وجبة إفطار للصائمين في المخيمات، معبرا عن شكره الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا. في البدء نتقدم الشكر الكبير والعرفان الجميل لدولة الكويت حكومة وشعبا، والشكر موصول لجمعية أحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت على هذا المشروع الجبار الذي يستهدف مخيمات النازحين في إقليم عدن، وهو عبارة عن 6545 وجبة إفطار نستهدف بها النازحين في المخيمات. نحن اليوم في أبين ندشن توزيع 1500 وجبة إفطار للنازحين هناك في المخيمات،
وهذه الوجبات سيتم توزيعها في 3 مخيمات. لا نملك إلا أن نقول جزا الله المتبرعين خير الجزاء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة ناصر حسين البعسي مع وفد من المؤسسة الطبية الميدانية برئاسة رئيس المؤسسة الدكتور مهيب عباد عددا من القضايا المتعلقة بنشاط وتدخلات المؤسسة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة. وأكد البعسي استعداد مكتب الصحة العامة والسكان تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين المؤسسة من تنفيذ وإنجاح أنشطتها وتدخلاتها الصحية بالمحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منها بالصورة المنشورة. فيما تطرق رئيس المؤسسة الطبية الميدانية إلى إبراز أنشطة وبرامج الدعم الذي تقدمه المؤسسة حاليا للمحافظة في القطاع الصحي والمتمثلة في مشروع التغذية التكميلية ومشروع دعم خدمات الطوارئ التوليدية والصحة الإنجابية ومشروع توفير خدمات الحماية للنازحين. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. القوات الشرعية تحبط هجوما لميليشيا الحوثي على قعطبة، ونائب الرئيس يؤكد على توحيد الجهود. هيومن رايتس ووتش تؤكد مسؤولية ميليشيا الحوثي عن انفجار مستودع سعوان الذي أودى بحياة 15 طالبة. لقاء رمضاني موسع لأبناء تعز مع السلطة المحلية وإقرار إنشاء مكتب تنفيذي مصغر لإدارة المحافظة. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله. We'll be right back.